رجعنا لكم بعد الفاصل، والفراخة هي تقريبا يعني ابتدت تمسك نفسها. في المرحلة دي انا ممكن اضيف حوالي 7 حبات مسمار قرنفل. ليه بضيفه دلوقتي؟ لانه عشان نكهته تفضل قوية، وكمان ما يمررليش الفراخ لو ابتدى معاها سوا من الاول. خلاص البطاطس تقريبا استوت 3/4 او نص سوا، يعني مش 3/4. هحتاج دلوقتي ان انا اجيب الرز، مش عارفة بقى انهي معلقة. هنجرب دي ونجرب دي. دي هنصفيه بالشكل ده، يعني هو لسه بميته السخنة، ونحطه نوزعه على المرقة او الفراخ بتاعتنا دي. شفتوا هي لسه فيها مية، المية دي هي اللي احنا هنحتاجها للتسوية، يعني ما تقلقوش. هنوطي بس النار عشان ما فيش حاجة تطرطش، وكمان الرز بيحتاج النار الهادية. كده لحد ما نغطي الفراخ بالتساوي، يعني نوزع الرز بطريقة كويسة جدا بحيث ان كل الحتت تكون متغطية، مفيش حتة فيها رز كتير وحتة لأ، عشان نضمن ان التسوية تمشي صح. الوصفات زي كده اللي هي الكبسة والزربيان والماتشبوس والحاجات دي كلها بتحتاج رز 3 كوبايات وانت طالع. ما ينفعش نعمل الوصفة على كوباية وكوبايتين، لانه حرام بصراحة، يعني تبقى نسبة البهارات كتير، وكمان تبقى وجبة عائلية، فيستحسن ان احنا نكتر الرز 3 كوبايات وانتوا طالعين، ده المعروف يعني. خلاص انا كده غطيت. هحتاج دلوقتي ان انا اضيف شوية كزبرة. كزبرة بتدي له طعم حلو، معروف ان البرياني، الزربيان، المندي، الكبسة، المكبوس كله بياخد كزبرة حلوة. خليج بيسموها الينجلان او الجنجلان مش الكزبرة. بعدين هنحط كمان هنا عندي بصل حمصته او قليته زي بتاع الكشري كده. حط كمية حلوة، تقلقوش. بعدين هنقلب الرز كده مع بعضه، فكل المكونات دي هتتجانس، وهيبقى كل طبق كده فيه من كل فن طرب. هجيب بقى هنا الزعفران اللي انا دوبته في مية الورد، وهبتدي انزل بيه كده في اماكن متفرقة عشان يطلع لي الرز حبة حبة. بس كده. ايه اللي ناقص؟ ناقص شوية زبدة. ليه انا بضيف الزبدة؟ عشان خاطر الزبدة دي هي اللي هتخلي الرز يفصل ويبقى مفلفل. مش عارفة سبحان الله البرياني ما بيعملوش كده، الكبسة ما بيعملوش كده، بس الزربيان العدني بيعملوا كده، بيحطوا كده شقف من الزبدة فوق. حلوة شقف دي، دي من السوريين. الواحد من كتر ما عاش في بلد فيها جنسيات كتير بقى بيتكلم كذا لهجة او متأثر بكذا حاجة. بس كده. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتقولوا لي فين المية وفين الحاجات اللي هتسوي الرز؟ كل اللي هنعمله هنجيب الغطا بتاع الحلة، وهنجيب منديل، دي مش محتاجينها خلاص، ولا ده محتاجينه. المنديل هنحطه بالشكل ده كده، وهنربط الحلة او هناخدها بالشكل ده، يعني مش ضروري نربطها، ممكن بالاستيك بتاع المطبخ ده، وممكن بس كده. وهنكبس الغطا بس، لو يعني لو المنديل طويل مثلا اتأكدوا بس ان هو ما يدلدلش كده ويجي لا قدر الله يمسك في النار، بس لو قصير يعني ما تقلقوش. وهنخليها على نار هادية، يستحسن ان نخلي الرز على الشياطة لمدة 35 ل40 دقيقة، لا اكتر، عشان لو سبناه على نار عالية هيشيط ساعتها، ولا البطاطس ولا اي حاجة هيشفع لنا. بس في المرحلة دي على النار الهادية والشياطة، الشياطة يستحسن جدا، بس لو ما فيش الشياطة على العين الصغيرة بتاعت البوتاجاز. دلوقتي خلونا نشتغل في الصلصة اللي احنا بنقدمها مع الزربيان العدني. الصلصة دي اسمها السحاوق
مش عارفه ليه بصراحه مسمينها الاسم ده، اسم طويل شويه، بس هي حاجه زي الدقوس اللي بنقدمه مع الكبسه، او زي سلطه الرايتا سالاد اللي بتتقدم مع البرياني اللي هي سلطه الزبادي، بس دي مش بالزبادي، بتحط فيها حاجه ثانيه، مجرد الميه بتاعه الخضار هي بتعمل لها الاساس بتاعها. فعندي هنا كميه حلوه من الفلفل الاخضر البارد، بقطعه مكعبات. لو ما بتحبوش الحراق، هي صلصه حراقه جدا، لو ما بتحبوش الحراق ضعفوا الكميه بتاعه الفلفل، يعني احنا بنعمل الفلفل البارد وبنعمل كمان الفلفل الحراق الاخضر. ادي عندنا قرون فلفل محترمه، وعندي حبه طماطم متقشره متقطعه مكعبات بالبذر بتاعها بكله، لانه انا محتاجه البذر والميه اللي جواها دي عشان تديني اساس. الطماطم بتدي بس نكهه بس ما بتاثرش في اللون، لانه ده كميه الفلفل كتيره جدا. هنبتدي نقطع القرون، قطعهم قطع بس متوسطه، الخلاط هيعمل اللي عليها، والكبه حسب انتوا عاملينها في ايه. خلوا بالكم بس الحاجات دي بتبقى حاميه قوي، فما تعدوش عليها على عينيكم، ربنا يستر. بس دلوقتي لو نسيت نفسي كده، ولا المخرج قال لي اعملي حاجه، ولا اعدلي حاجبك، ولا شيلي الطرحه ولا حاجه، هيبقى خراب ملطه. لو عدت الريحه بس جنب عيني هتبقى صعبه قوي. ايه اللي فاضل دلوقتي؟ فاضل احط لها شويه ثوم، وفاضل كمان احط لها البهارات بتاعتها وزيت الزيتون. هحط شويه ثوم حلوين، هي صلصه كده بتحط معلقه في بقك وبتعيطي، بس هم عشان بيحطوها على الرز يعني الواحد ما بيحسش بيها، يعني مش قوي ما بيحسش بيها، بس بتقل حدتها، هما متعودين بقى. فبنحط شويه زيت زيتون، حبه حلوين يعني. ممكن لو الطماطم ما فيهاش ميه، ساعات بنجيب طماطم ما فيهاش ميه، ممكن نستعين بشويه ميه صغيرين عشان الخلاط يدور كويس. نحط الملح، ونحط الفلفل الابيض، ايه اللي ممكن احطه كمان؟ عايزه احط لها شويه كزبره، دي قليله بس ممكن، او عندي انا شويه هنا، هحط لها كزبره، هحط لها كمان نكهه حلوه اللي هو النعناع المفروم، ده سرها كمان، يعني النعناع بيفرق فيها في الطعم قوي. بس كده خلوني اطحنها الاول، وبعدين ننظف الدنيا ونشوف هنقدم ازاي. كده طحنا كويس، الطحنة الكويس دي هي اللي بتخليها سموت كده زي الدقوس. انا شايفه ان هي ممكن احط لها شويه ميه لو حسها تخينه شويه، او ممكن نخففها بزيت زيتون مش مشكله يعني. هي محتاجة شوية مية او شوية زيت زيتون، واحدة من الاثنين، فخلينا احنا نعمل المية بس. نرجع تاني نضربها، خلوني انضف الدنيا قبل ما ابتدي التقديم عشان نعرف احنا بنعمل ايه، ونتابع بعض كده على رواق. عارفين ان الكركبه دي هي اللي بتخلي الواحد بيبقى
ماشي متصربع مش عارف يعمل ايه في المطبخ. هنضف بقى الحتة اللي كنت بشتغل فيها. دول محتاج لهم للتزيين. ده خلاص خلصناه. الرز تقريبا انا شم ريحته عبت المكان فتقريبا هو استوى. هجيب بس طبق صغير اقدم فيه الصوص بتاعي الصلصة اليمنية. هي بتبقى بالقوام ده. اعملوا كمية حلوة ممكن تحطوها في التلاجة لفترة طويلة ما بتبصش. وكمان عشان كمية الرز بتبقى كتير قوي فصدقوني يعني بعد ما تتعودوا عليها احنا بنبقى بنتخاطف كده في البيت على الصلصة دي او كل الصلصات عامة اللي بتيجي مع البرياني والكبسة والحاجات دي لانه ما بتحلاش اللقمة غير بيهم يعني. خلوني الرز تمام ده اللي انا عايزاه. هجيب بقى طبق التقديم وهبتدي اغرف الرز بتاعي. هستخدم برضو دي بس واحنا بنغرفه نحاول ناخد شويه من فوق ومن تحت عشان الصوص ده يعني هو بيفضل فيه شويه صوص. عشان يبقى يعني صلصة الزبادي دي هي اللي بتدي الطعم المميز. اهو الريحة تحفة 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 يعني. الإخوة الخليجيين الصراحة دول في حكاية الرز هم والهنود أساتذة. انا كفايه عليا كده ممكن بس اخد شويه رز وبصل كده كويس. هنضف بس ومش فاضل غير ان انا ازود شويه حاجات للتقديم يعني هما بيقدموا شويه بصل زياده شويه بيض مسلوق ممكن مكسرات. احنا الحمد لله عندنا كل حاجه من دول. نحط شويه بصل كده كده ونجيب عندي هنا بيض مسلوق احطه بالشكل ده. انا ماشيه حسب ما الكتاب بيقول حسب ما الناس بتوع عدن بيقدموا الحاجات دي. وعندي هنا لوز انا ما حمصتوش لانه بصراحه كل حاجه هنا متحمصه. البصل مقلي اصلا وكله فخلونا اي ممكن الكاوزو ممكن عين الجمل اي حاجه ممكن كمان رشه فلفل او سوري رشه بقدونس او كزبره خضراء في الاخر. اتمنى انه الوصفات تكون عجبتكم. حابه اذكركم بس ان احنا عملنا للست نوره متابعه من متابعين قناه ست البيت عملنا لها الزربيان العدني. هو نوع من انواع الرز اللي مشهورين بيها في اليمن وخصوصا منطقه عدن. كان عباره عن فراخ وقلنا ممكن يتعمل باللحمه تبيناه في خلطه من الزبادي عباره مع مجموعه من البهارات اساسها الكركم والكمون والقرفه والقرنفل وكمان الكزبره الناشفه والملح والفلفل. بعد ما اتبلت الفراخ دي حطيناها شوحناها مع البصل والجنزبيل والثوم وبعدين حطينا معاها الرز. حطينا كمان حطينا لها مية زعفران او زعفران مدوب في مية ورد. حطينا معاها بصل حطينا بطاطس. كل دي نكهات حلوة وجديدة ممكن على المجتمع او الشعب المصري بس صدقوني هي حاجات متألقة جدا في العالم كله يعني من الاطباق الحلوة جدا وكمان عائلية وبتشبع وكل حاجة ومناسبة في الوقت ده. كمان عملنا الصلصة اللي بتتقدم معاها هي شبيهة للدقوس بس اسمها صلصة السحاوق اليمنية. دي عبارة عن طماطم مع فلفل حراق وفلفل اخضر بارد وكمان حطينا معاها نعناع وحطينا كزبره وحطينا شويه بقدونس وزيت زيتون وثوم وطحناهم مع بعض. الوصفات كلها بالتفصيل والمقادير بالتفصيل الممل موجوده على موقع ست البيت. اشوفكم الحلقه الجايه وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.